السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأنا في الحقيقة بعد حمد الله عز وجل الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أرحب بمنسوبي أكاديمية الشباب العربي إدارة وأعضاء، وأشكر كل من ساهم وأعد لهذا اللقاء. حديثنا اليوم بارك الله فيكم هو عن بناء الأسرة، وماذا يعني، ماذا يعني بناء الأسرة. فلعله يعني يكون مشاركة منكم بناء الأسرة ماذا يعني في عبارة قصيرة جدا، أريدها مشاركة منكم. كل أخ أو أخت من بين الألف اللي يستمعون الآن يعني يكتب ماذا تعني له الأسرة، ماذا يعني بناء الأسرة، بناء الأسرة ماذا يعني. فانتظر إجاباتكم. نشوف الإجابات من سيتفاعل الآن. يعني عندنا ما شاء الله تبارك الله عدد من حضور، يعني في 4 مجموعات 5 مجموعات، كل مجموعة فيها 250 تقريبا، ومن دول عربية شتى وغير عربية. نستمع إلى أول إجابة. مرحبا أستاذة هلا سلورة، بارك الله فيك وعلى جهودك المباركة هذه، أنت والإخوة في الإدارة بارك الله فيكم أجمعين. نعم، بناء أسرة ماذا يعني؟ جزاك الله خير أستاذة هلا وأستاذة لطيفة على التفاعل وعلى حث الإخوة. بناء أسرة ماذا يعني؟ ماذا يعني عندكم بناء أسرة؟ الأستاذة هالة تقول بناء الأسرة يحتاج للزوج وزوجة يخافا الله وهدفهما أسرة، أسرة محبة متباسكة إسلامية. ماري وقاص بارك الله، هذه كلام ماري وقاص. سناء تقول أن تبني مجتمعا يعني تنشي أسرة، فالأسرة حجر الأساس في أي بناء مجتمعي، والعناية بالمجتمعات عموما تبدأ من العناية بالأسرة، فإذا صلح الأساس صلح سائر البناء. ما شاء الله تبارك الله. المستشار عبد الحميد يقول هي الحلقة الأولى والأقوى في بناء المجتمع الإسلامي. جميل. وبدرة تقول يعني أن تنشي أسرة، فالأسرة هي حجر الأساس في أي بناء مجتمعي. جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. لطيفة تقول الأسرة تعتبر اللبنة الأولى للمجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كله. كلام جميل جدا، ما شاء الله. بارك الله فيكم، يعني تعليقات لطيفة جدا وعبارات جميلة جدا. أنا أعطيكم مفهوم الأسرة وبناء الأسرة من قبلي أنا مثلا. فنبدأ أول شيء بمفهوم الأسرة. ما هو مفهوم الأسرة؟ ماري تقول بناء الأسرة يحتاج إلى ركائز عديدة مهمة، وأهمها التفاهم والتعالف بين الزوج والزوجة، ومنها ينبثق كل الأشياء الجميلة. ما شاء الله أستاذة ماري، رائع جدا، ما شاء الله.
بالنسبة لمفهوم الأسرة بعيدا عن تعريفات أهل الاختصاص، أنا أقول إنها هي لبنة في بناء المجتمع، لبنة في بناء المجتمع. الأسرة هي لبنة في بناء المجتمع، بل هي لبنة في بناء الأمة، بل هي نواة الإنسانية، نواة الإنسانية. الأسرة هي صانعة الرجال ونبع الحرائر. الأسرة هي صمام أمان الأوطان. الأسرة هي الحاضنة والمدرسة والمعهد والجامعة. الأسرة هي الأمل والبلسم والدفء والمأوى. فإذا أنا أبني أسرة معنى أني أصنع هذا كله. كلام جميل، بارك الله فيكم جميعا. وأستاذة نبيهة تقول أن تبني مجتمعا يعني أن تنشئ أسرة، فالأسرة هي حجر الأساس في أي بناء مجتمعي، والعناية بالمجتمعات عموما تبدأ من العناية بالأسرة. كلام جميل ما شاء الله تبارك الله. والأستاذة ناصرة تقول بناء أسرة يعني تنشئ أسرة التي هي لبنة وأساس المجتمع على أساس شرعي. ما شاء الله تبارك الله، كلام جميل، كلام جميل ما شاء الله. أساس بناء الأسرة، سؤال لكم هذا، أساس بناء الأسرة الرجل أم المرأة؟ أساس بناء الأسرة هل هو الرجل أم المرأة؟ أساس بناء الأسرة هل هو الرجل أم المرأة؟ ما شاء الله تفاعل المجموعات الأخرى ربما يكون يأتي متأخر. بناء الأسرة بناء صحيحا فهي النواة الأولى للمجتمع. أستاذة عمارة، ننتظر الإجابة على السؤال الثاني. سناء تقول الاثنين معا، سناء تقول الاثنين معا يعني الرجل والمرأة. وعبير من اليمن ماذا تقول؟ الاثنين سويا. بدرة تقول الاثنين سويا. طيب جميل ما شاء الله. يعني يجب أن نزرع الأخلاق الحميدة في الأبناء ونحترم الحياة، ماذا تعني بناء الأسرة؟ كلام جميل. والأخت سناء تقول الاثنين معا، وعبير بدرة أيضا تقول الاثنين معا سويا. الرجل أم المرأة أساس الأسرة، هو سؤال تفاعلي. نعم. طيب بارك الله فيكم. أنا أرى إنه خلونا نقرأ. نور ماذا تقول؟ تعني بناء الأسرة حياة جديدة كالبناء من الأساس، تعاون تكاتف. هؤلاء قرأوا السؤال متأخر أو سمعوا. لا لا، طيب ما يظهر لي الاسم، لكن تقول الأم، الرجل أم المرأة؟ الأم. الرجل أم المرأة؟ آدم عليه السلام كان هو الأول، كان آدم هو الأول، الله عز وجل خلق آدم هو الأول. ولك أن تتخيل شعور آدم وهو الأول من بني جنسه، من الإنسان هو الأول، حوله ملائكة وكذلك الجن، الجن والملائكة موجودين، وآدم هو الخلق المختلف. فلك أن تتخيل هذا الشعور. فكان وجود الرجل هو الأول، وجود آدم هو الأول، وكان هو الوحيد بين الملائكة والجن،
فالله عز وجل أكرم آدم، خلقكم من نفس واحدة، خلق البشر من نفس واحدة التي هي آدم. ثم ماذا بعد؟ ثم أتت حواء. أتت حواء هي الأنس، وهي اللباس، وهي السكن. حواء الأنس واللباس والسكن. ولكن حواء هذه من أين أتت؟ يعني انظروا إلى عظمة الله عز وجل وحكمته. حواء من أين أتت؟ أتت من آدم، منه، حتى لا ينكرها، حتى لا ينفر منها، حتى يأنس إليها، وهي تأنس إليه. فكانت حواء هي من آدم. الله عز وجل يقول وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء. فكان آدم هو الأول، هو الرجل، إذا نضج وإذا أصبح قادر على بناء أسرة وقادر على الزواج، يبدأ يختار الزوجة الصالحة، يختار الزوجة الصالحة. والزوجة الصالحة لن تقبل إلا زوجا صالحا، فهو يختار الزوجة الصالحة، يختار حواء. الله عز وجل سخر حواء وخلق حواء من آدم حتى يأنس لها وتأنس له، وتكون له لباسا وسكنا، ويكون له لها لباسا وسكنا. فبهذا يكون الزوج نواة الإنسانية، وأقصد بالزوج يعني الاثنين معا، الرجل والمرأة. فالله عز وجل يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالله عز وجل خلق آدم النفس الأولى التي كلنا من هذه النفس، وخلق منها زوجها، ثم أتت البشرية. وانظروا بارك الله فيكم، يعني حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون لهما عدو، اقتضت أن يكون لهما عدو. ما هي الحكمة من وجود عدو للإنسان؟ يعني عندما يكون للإنسان عدو، ما هي الحكمة في هذا أن يكون له عدو؟ كان الشيطان هو عدو، الشيطان كان هو عدو. الله عز وجل يقول للملائكة اسجدوا لآدم، فالملائكة سجدت. إبليس أبى واستكبر حسدا منه، يقول أنا خير منه. الله عز وجل يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني انظروا إلى الكبر، وانظروا إلى الاعتراض على أمر الله عز وجل. ويقول الله عز وجل مخاطبا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يعني هو مخلوق من طين أو من غير طين، ليس هذا شغلك، وليس هذا مسؤوليتك أنت، أنا الذي أمرتك. فما الذي منعك؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذا هو قرار إبليس. انظروا إلى الحسد. فعندما يكون هناك عدو للإنسان من خارجه، هذه فيها ميزة كبيرة جدا. أنا أريد منكم بارك الله فيكم
أن تذكرون ما هي الميزة التي في أن يكون للإنسان عدو من خارجه. من خارجه يعني من خارج الزوجة، من خارج الأسرة، من خارج البشرية عموما، الذي هو إبليس. ما هي الحكمة في هذا؟ يعني الأخوات والأخوة ما شاء الله تبارك الله، يعني ذكروا كلام جيد. ماري تقول يصبحان جسد واحد والعدو هو إبليس. هالة تقول العدو اختبار لتماسك الزوجين وإيمانهم، كلام جميل. موفق يقول للتمحيص والاختبار وتعلم الصبر وغيرها، كلام جميل. لطيفة تقول خلق الله الشيطان عدو للإنسان حتى يختبره ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للمكابدة ومخالفة الأهواء. ما شاء الله، لننال الصبر والاقتناع بكل ما وهبنا الله من نعم. يختبر الله تعالى الإيمان، وإلا فلما خلقت الجنة والنار. ما شاء الله، الحكمة لمعرفة من ينصاع، هل ينصاع الإنسان للعدو أم لله؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا، حقيقة تعليقات رائعة جدا وتبريرات رائعة جدا، ما شاء الله تبارك الله. نتحدث الآن عن هذا العدو. ممكن نحن نؤجل، يعني نؤجل، أنا سأؤجل التعليق على العدو بعد هذه الفقرة. أهمية الأسرة، لأن إذا عرفنا أهمية الأسرة نعرف أهمية وجود عدو لها. أهمية الأسرة هي ملاذ نفسي واجتماعي وأمني لأفراد الأسرة. أهمية الأسرة هي ملاذ نفسي وملاذ اجتماعي وملاذ أمني لكل فرد من أفراد الأسرة، الزوج والزوجة، الأطفال الكبار الصغار، البنات الأولاد. انظروا إلى الله عز وجل كيف وصف الأسرة، يقول الله عز وجل وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني يفرح الإنسان عندما يعود إلى أهله وهو سالم غانم وهو منتصر وهو فائز. ويقول الله عز وجل إنه كان في أهله مسرورا، وهو بين أهله مسرور، الإنسان يسعد وهو بين أهله. ويقول الله عز وجل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، يعني يمن عليه إنه لم ينجيه لوحده وإنما نجى معه أهله، فهذا دلالة على قيمة الأهل، قيمة الأسرة عند الإنسان. كما أن الله عز وجل يقول إذ نجيناه وأهله أجمعين، يعني لم ندع منهم أحد، وهذه من منة الله عز وجل على الإنسان أن ينجيه هو وأهله أجمعين، أن يكون أهلك بخير، أن يكون أبنائك صالحين، بناتك صالحات، فهذه من أكبر النعم من الله عز وجل، وهو فضل من الله، ليس لنا نحن في ذلك فضل، هو فضل من الله عز وجل. الله عز وجل يقول ووهبنا له أهله ومثلهم معه، لأيوب عليه السلام، رحمة منا، جعلها الله رحمة وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ويقول الله عز وجل فاستجبنا له لزكريا ووهبنا له يحيى ابن على كبر، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، الابن هبة من الله عز وجل، الابن هبة من الله، وأصلحنا له زوجة،
منه أيضا الله عز وجل يمن عليه أنه أصلح له زوجة، فصلاح الزوجة من أكبر النعم من حسنات الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فصلاح الزوجة وصلاح الأبناء من أهم الحسنات التي يمن الله بها على العبد في الدنيا. أيضا من أهمية الأسرة أن الأسرة رادع، الأسرة معلم، الأسرة قدوة، الأسرة مؤسس لكل قيمة، الأسرة رادع تردع أفرادها عن الخطأ. يعني الإنسان أحيانا لا يقع في الخطأ أو يتجنب أن يقع في الخطأ أو يخجل أو يستحي تقديرا لأسرته. الأسرة معلم، الأسرة معلم، تعلم هذا الفرد منذ ولادته، تعلم هذا الفرد منذ ولادته. أهل التربية يقولون إن السبع السنوات الأولى في حياة الطفل ترسخ لديه 90% من القيم، السبع السنوات الأولى، وهذه السبع السنوات الأولى بحتة موجودة في الأسرة. فوجود هذا الطفل ونشأته وترعرعه لدى أمه وأبيه وأخوته وأخواته وخاصة الأم في سنواته الأولى يترسخ لديه أكثر من 90% من القيم، وأما 10% فهي في بقية العمر من 7 إلى 18، يعني المرحلة الدراسية. يعني شيء عجيب جدا وشيء مهم جدا أن الأسرة تراعي. أيضا الأسرة قدوة، تعلم بالقدوة، والتعليم بالقدوة أقوى وأبلغ من التعليم بالوعظ والإرشاد والنصح والعبارات. فالأطفال يقلدون الحركات أكثر مما ينصتون إلى الكلام. وكذلك الأسرة هي مؤسسة ومؤسس لكل قيمة، كل قيمة سواء كانت سلبية أو كانت إيجابية، ونحن لا نريد إلا الإيجابيات. فالأسرة هي التي تؤسس هذا، تؤسس عند الطفل، والشيء الذي يتأسس عند الطفل في نعومة أظفاره يبقى موجود في داخله حتى لو حصل له انحراف، حتى لو حصل له بعد عن أهله. فتلك القيم والمبادئ والأخلاق التي أسستها الأسرة تناديه من الداخل أن ارجع. فالأسرة لها أثر بالغ جدا على هذا الفرد. بل أثر الأسرة يتجاوز الأطفال الصغار إلى الكبار حياء، يعني الأبناء الكبار والبنات الكبار يحجمون عن كثير من الأخطاء حياء من آبائهم أمهاتهم، من الأسرة، سواء أسرة النواة والأسرة الممتدة. أيضا رب الأسرة الأب والأم، الزوج والزوجة، أيضا هم يحجمون عن كثير من الأخطاء لأنهم هم قدوات. ممكن هنا نأخذ دور الأسرة. ما أدري، جاني اتصال، خلوني بس أسوي له. حاضر، هذا المتصل على أساس يعني لا يزعجنا. طيب أيوة، بارك الله فيكم. أنا جاني اتصال خارجي
دولي، فكان يوقف التسجيل، ما أدري شو اللي حصل في التسجيل، فعملت له يعني حظر لأني لا أعرف. أقول إنه دور الأسرة، ما هو دور الأسرة؟ دور الأسرة هو صناعة وتوفير وتهيئة أغلى مورد للأمة. السؤال، ما هو أغلى مورد للأمة؟ ما هو أغلى مورد للأمة؟ الأسرة تصنع وتوفر وتهيئ أغلى مورد للأمة. دور الأسرة إنها هي تصنع وتوفر وتهيئ أغلى مورد للأمة. ما هي موارد الأمة؟ موارد الأمة الأشياء التي تأتي من الزراعة، والموارد التي تأتي من البحار، والموارد التي تأتي من الأرض وكنوزها، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، كل هذه موارد. ولكن هناك مورد أغلى من هذه كلها، ما هو؟ أغلى مورد ممكن تقدمه الأسرة للأمة، وهو الفرد، الإنسان، الأولاد. ما شاء الله تبارك الله، نعم، الأولاد، الأبناء، فلذات الأكباد، هم أغلى مورد. لا شك إنه الموارد الطبيعية تحتاجها الأمة، ولكن الموارد الطبيعية إن لم تجد إنسان له قيمة يحافظ على هذه الموارد فتكاد تكون بدون قيمة. الموارد الطبيعية إن لم تجد إنسان يحافظ عليها تفقد قيمتها. أما إذا وجد إنسان صالح، إنسان صنعته أسرة صالحة، إنسان متميز، إنسان يشار إليه بالبنان، فهنا أي مورد للأمة من الموارد الطبيعية سيحافظ عليه وينميه ويستثمره، بل إن لم يوجد هذا المورد سيوجده. ولا شك أن الإنسان بعقله وإبداعه وما يصنعه وما يقدمه وعلمه هو مورد كبير جداً. أيضا من دور الأسرة هو المساهمة في جميع منشآت المجتمع والدولة. ناصرة تقول مورد الأمة هم الأطفال، أجيال الغد الذين يحملون قيم الدين وأخلاق. نعم، بارك الله فيك. أطفال اليوم، أطفال اليوم بعد 30 سنة من الآن هم الأمة. أطفال اليوم كل ما يبذل لهم هو قليل، كل ما يبذل لهم قليل، مهما بذلنا من أجلهم فهو قليل. والسبب أنهم بعد 30 عاما من الآن سيصبحون هم القرار، هم أصحاب القرار، هم الطبيب، هم الوزير، هم المدير، هم القائد، هم رجل الأمن، هم الأب، هم الأم. ذكرنا أيضا، قلنا إنه من دور الأسرة هو المساهمة مع جميع منشآت مجتمع الدولة، مع جميع المنشآت، سواء كانت منشآت خاصة أو منشآت تطوعية أو منشآت حكومية. فدور الأسرة أنها تساهم مع هذه. كيف هذا يكون؟ للأسرة، الأولاد الصالحين المبنيين على خلقه ترفع من تقدم المجتمع الذي نعيش فيه. ماري، ما شاء الله تبارك الله، على قيم وأخلاق، جيد ما شاء الله. للأسرة أدوار عديدة: التربية، الإنجاب، التنشئة الاجتماعية، الطمأنينة، والأمن
ما شاء الله أستاذة سالمة، صلاح الأبناء نعم هو أغلى أغلى ما يمكن. أطفال اليوم هم صناع القرار غدا أستاذة لطيفة، الفرد والأجيال القادمة، وهذه المواد هذه الموارد البشرية هي بناء المجتمع. إذا سقط دور الأب والأم فتسقط الأسرة من المجتمع. نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني تعليقات وأفكار وخواطر تثلج الصدر. ذكرنا أنه المساهمة، أن دور الأسرة هو المساهمة، المساهمة، وأنها تساهم في جميع منشآت الدولة، جميع المنشآت، سواء كانت هذه المنشآت حكومية أو منشآت خاصة أو منشآت تطوعية. فكيف يكون ذلك؟ إذا أسقط دور الأب أو الأم فتسقط الأسرة. هذا الكلام صحيح، نعم. وهم هما الأصل. إن صلح الفرد صلح المجتمع. وجود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطيفة تقول تساهم الأسرة في بناء المجتمع من خلال تنشئة جيل صالح. والأستاذة عايدة تقول بإعداد الأولاد الصالحين الذين يعرفون المسؤولية ويتحملونها. كلام جميل جدا ما شاء الله. نعم، وهذا هو يعني أكبر دور تقوم به الأسرة. جميل. مساءكم جميعا بسعادة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، عبارات رائعة جدا، بارك الله فيكم. الأسرة هي النواة النووية للمجتمع التي تتسم بقيم الوحدة والتكامل والتفاضل، وبدون البناء الأسري ينفرط عقد المجتمع وينهار. أحسنتي سناء، بارك الله فيكم، و أيضا الأخت عايدة ولطيفة والجميع ما شاء الله، يعني كلام جميل ورائع. ذكرنا بارك الله فيكم أن الأسرة تساهم في جميع منشآت المجتمع. كيف؟ من منشآت المجتمع المدرسة، المدرسة لها دور في بناء الأمة، المدرسة لها دور في بناء الأفراد، لها دور في بناء الأطفال، ولكن بدون تكامل الأسرة معها لا تستطيع المدرسة تصنع شيء. بدون الأسرة، بدون ما تقوم الأسرة بالتعاون معها وتعاون شركاء، شركاء غير متشاكسين، المدرسة لا تستطيع أن تصنع جيلا صالحا. أيضا من بين المنشآت هو الأمن. الأمن، والأمن له دور كبير جدا في الاستقرار وفي السكينة وفي راحة البال، وفي أن الإنسان يبيت في بيته آمنا. كل هذا يقوم به الأمن، ولكن بدون الأسرة لا يستطيع الأمن أن يقوم بهذا. فالأسرة هي التي تساعد الأمن في هذا. وكما نعلم أن كل رجل في الدولة، كل فرد هو رجل أمن، هو رجل أمن، بإنكار المنكر، بالنصح، بالإرشاد، بدحض أي خطأ. فالأسرة لها دور كبير في الأمن. كذلك الأسرة لها دور في الصحة. الصحة اللي هي وزارة الصحة، اللي هي المستشفيات، اللي هم الأطباء والطاقم الصحي، هؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة جدا. مسؤوليتهم تقع على عواتقهم في
الرعاية الإنسان وصحته، سواء كانت وقاية أو كانت علاج. فهذا هو دور الصحة. دور الصحة أنها تحافظ على سلامة الإنسان وصحته، ولكن لا تستطيع أن تصنع هذا بدون الأسرة. الأسرة مكمل لهذا، بل الأسرة هي الأساس في هذا. ولهذا في هذه الجائحة التي يعني اجتاحت البلاد من كل مكان وفي كل مكان، كان لالتزام الأسرة وأفرادها دور كبير جدا في نجاح توصيات الصحة وتعليماتهم. وقس على هذا، نحن ذكرنا المدرسة، ذكرنا الأمن، ذكرنا الصحة، وجميع منشآت الدولة أيا كانت، سواء كانت تطوعية أو كانت خاصة أو كانت حكومية، فالأسرة لها دور كبير. تبدأ من العمل الذي هو يعتبر خاص بالأسرة، وهي تربية هذا الطفل الصغير، إلى إماطة الأذى. كل شيء تشارك فيه الأسرة فهو له أثر ووقع في المجتمع. فلا يوجد حقيقة مرفق من مرافق الدولة إلا والأسرة تدعمه. وأي مرفق من مرافق الدولة، سواء كان مرفق التعليم أو الصحة أو الدفاع المدني أو البلديات أو أي شيء، من الذي يعمل فيها؟ من هم العاملين؟ من هم المسؤولين؟ من هم الذين يبدعون ويخططون؟ هم أصلا أبناء الأسر، فالذي صنع هؤلاء هم الأسرة. وأيضا الأسرة الآن تتفاعل مع دور هؤلاء ومع أنشطتهم ومع أدوارهم التي تقدم للأسرة. فبدون تجاوب الأسرة، هذه الجهات لا تستطيع أن تصل إلى النتيجة المرجوة. نأتي الآن إلى النقطة التي أجلناها، وهي عدو الأسرة. من هو عدو الأسرة؟ الأسرة تعتبر العمود الفقري للمجتمع. سقط لطيفة. عمارة تقول الأسرة تعطينا التربية والأخلاق. نبيلة تقول أو فتحية، بناء جيل فعال إيجابي متخلق واعي بحقوقه وواجباته مساهم. ما شاء الله تبارك الله، جميل. نبيلة الدحلان تقول الأسرة هي نواة المجتمع، وهي جزء لا يتجزأ من وطن، وهي أن صلحت صلح المجتمع. رائع جدا. تابت تقول الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، صلاحها من إصلاحه وفسادها من فساده. ما شاء الله تبارك الله، كلام يثلج الصدر. بارك الله فيكم. لا خوف على أمة فيها مثل هؤلاء الحرائر ومثل هؤلاء الإخوة الرجال. يعني أمة فيها مثل هؤلاء الأمهات ومثل هؤلاء الآباء، لا يخشى عليها بإذن الله. ما شاء الله، كلام الدكتورة سائرة، كلام الأخت ثابت، كلام الأستاذة نبيلة و الأستاذة لطيفة، الأستاذة عمارة، نبيلة، فتيحة. ما شاء الله تبارك الله، كلمات تثلج الصدر. نأتي الآن، من هو عدو الأسرة؟ من هو عدو الأسرة؟ لا شك أن عدو الأسرة هو الذي اتخذ على نفسه عهدا أن يعاديها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدو الأسرة هو إبليس.
الله عز وجل يقول: فقلنا يا آدم إن هذا، يعني إبليس، عدو لك ولزوجك، يعني عدو لكم الاثنين، فلا يخرجنكما، يعني الاثنين، لا يخرجنكما الاثنين من الجنة. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهنا لفتة لطيفة جدا في هذه الآية، الله عز وجل يقول: فقلنا يا آدم، الخطاب موجه لآدم، موجه لآدم لأنه هو المسؤول، هو القيم، هو المحاسب على هذا. فقلنا يا آدم إن هذا، اللي هو الشيطان الذي لم يسجد لك وأنت رأيته، حواء ما رأت هذا المنظر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني عدو للاثنين، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولم يقل فتشقيا، هو يقول عدو لك ولزوجك، يعني عدو لكما، فلا يخرجنكما الاثنين. وهنا قال فتشقى أنت وليس تشقيا. لماذا؟ لأن الشقاء هو على الرجل، الرجل هو المسؤول عن الموارد، عن خدمة البيت، عن ما يأتي به من مصاريف إلى آخره، هو المسؤول. وأما حواء فهي ست بيت، هي عليها أن تستقبل ما يأتي به هذا الزوج، فهو صاحب الشقاء، هو الذي يحرث، وهو الذي يزرع، وهو الذي يحصد، وهو الذي يأتي بالأشياء إلى المنزل. فوجود إبليس عدو لهذه الأسرة، لك أن تتخيل ماذا ممكن أن يصنع. ولكن كما ذكرنا أنه له حاجة ماسة، يعني وجود عدو للإنسان هذه فيها ميزة، بل قد تكون ضرورة. من هذا العدو الإنسان يتعلم الشجاعة، يعني إذا وجد عدو للإنسان يجعله شجاع مع المواجهة، مع الحرب، مع المقاومة، يجعله شجاعا. وأيضا يعين على الصبر، أو يعود على الصبر، يعلمه الصبر، يعلمه الحذر، يجعله يقاوم، يجعله يذكر الله كثيرا، يستعيذ بالله. فهذه من مزايا وجود عدو للإنسان، وجود عدو للإنسان يجعله يتعلم الشجاعة، يتعلم الصبر، يحذر، يقاوم، يذكر الله كثيرا، يستعيذ بالله. والله عز وجل يعني أعطى الشيطان هذا قدرة ومكنه، يقول: استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الله أعطاه قدرة، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو لديه القدرة، ولكن الله عز وجل قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عند ذكر الله، عند الإيمان، عند اللجوء إلى الله، عند عبادة الله، عند تحصين الإنسان لنفسه، يكون كيده ضعيفا. أيضا من عداوة إبليس للإنسان أنها نعمة تصرف عن عداوة رحمه، يعني عندما يكون للإنسان عدو من خارجه، من خارج أسرته، عدو من خارج إدارته، من خارج فريق العمل اللي هو إبليس، فهذه العداوة تصرف عن عداوة من حوله. على سبيل المثال، عندما يحصل خلاف بين الزوج والزوجة، فكلاهما ينسب هذا الخلاف للشيطان، فيستعيذ بالله من الشيطان.
هنا يصبح الطرف الآخر هو حبيب والشيطان هو العدو. عندما يحصل خطأ زلة من الابن من البنت وننسب هذا الخطأ وهذه الزلة للشيطان أنه هو الذي أغواهما، هنا يصبح هذا الابن حبيب وأشفق عليه وأنصحه واستعيذ من الشيطان وأحذره من الشيطان. الشيطان عندما يريد أن يسيطر على الإنسان يجعله يتخذ ابنه ابنته زوجه زوجته عدوا. لماذا؟ حتى لا نعادي الشيطان وهو العدو الحقيقي، هو العدو الحقيقي. الله عز وجل قال فاتخذه عدوا. الشيطان سبب كل خلاف، كل خلاف سبب الشيطان. وقد يكون الإنسان أحيانا ولكن الشيطان يزيد. فالخلاف بين الزوجين سبب الشيطان، بين الإخوة والأخوات سبب الشيطان، بين الزملاء في العمل سبب الشيطان. حتى لو لم يكن هو المبادر فهو يستغل هذا ويزيده. لهذا ينبغي على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هي ردة فعل أو فائدة أن الإنسان يتخذ الشيطان عدواً وخلافي مع الزوجة أنسب إلى الشيطان واختلافي مع صديقي أنسب إلى الشيطان وغضب صديقي وغضبي أنسب إلى الشيطان؟ ما هي الميزة في هذا نفسياً؟ في هذه الحالة تساعد الإنسان إنه يفكر في الحل لا يفكر في المشكلة. يعني طرفي المشكلة، طرفي النزاع، طرفي الخصام، إذا نسبوا هذا الخلاف وهذا الفرقة التي حصلت بينهم إلى الشيطان يستعيذون بالله من الشيطان ويصبحون هم أصدقاء ومترابطين ومتكاتفين على حل المشكلة. وعندما يفكر الإنسان في الحل وليس في المشكلة يستطيع أن يوجد الحل، ولكن عندما يفكر في المشكلة ويكون هو جزء من المشكلة ولا يكون جزء من الحل هنا يصعب عليه حل المشكلة. عندما يكون هو جزء من المشكلة ويفكر في المشكلة ويفكر في الطرف الآخر زوجه أخوه صديقه زميله في العمل والتفكير في هذا الشخص أنه هو السبب، أنه هو له دور كبير جدا في الخطأ وليس أنا، هنا يصعب الحل. لكن عندما أبري هذا الشخص أو أحسن الظن فيه وأنسب الخطأ إلى الشيطان إلى السهو إلى كذا نبدأ نفكر في الحل. المستشار عبد الحميد بارك الله فيه يقول الشيطان كيده يوسوس فقط وليس له قدرة على ضرر الإنسان. والوسوسة ماذا تأتي به؟ يعني هذه الوسوسة ما هي أثرها؟ برمجة، هي برمجة، هي تأثير. الكلمة لها تأثير، الكلمة الطيبة لها تأثير، الكلمة الطيبة صدقة والكلمة السلبية تؤثر. وهو أقدر من الإنسان على التأثير عليه، ولكن عند ذكر الله عز وجل يكون كيده ضعيفا لا يستطيع أن يقرب المؤمنين. الشيطان هو عدو حقيقي وعلني وصريح، يعني يقولها هكذا وليس يتخفى. الله عز وجل يقول على لسان الشيطان قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، اللي هو آدم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة
لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يؤمن بالله ويؤمن بالبعث، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ويكمن الخلل أن الإنسان يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني بوسوسته وتزيينه وما يوقع في قلب الإنسان وحول أخيه ولا حول زوجه أو إساءة الظن أو يتخذ وليا، لأنه ناصح يأتيه بشكل ناصح. والله عز وجل يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. مسفر يقول من أهم أسباب الخلاف بين الزوجين العناد والملل والكسل وتدخل الأهل والغيرة والأنانية وحب السيطرة. نعم كلام جميل، كلام جميل أستاذ مسفر بارك الله فيك. وأيضا كل هذه خلفها الشيطان، يعني العناد والملل والكسل وتدخل الأهل والغيرة والأنانية، يعني ما يعني الشيطان هو يشعلها. ولا شك أن شياطين الإنس لا تقل عن شياطين الجن وهو وقودهم. نقطة بعد هذه ننتقل إليها وهي أخطار تهدد الأسرة. ما هي الأخطار التي تهدد الأسرة؟ أخطار حالية الآن تهدد الأسرة. نعم أستاذة نبيلة تقول لأن الشيطان هو من يسبب المشاكل بين الناس بالوسوسة، فإذا استعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم فإن الأمور والمشاكل تهدى بين الناس. أستاذة تعني تقول الشيطان عدو الإنسان وهو أعلن هذا. وأستاذة حياة تقول الشيطان عدو للإنسان الضعيف، كلام صحيح. أما الإنسان القوي إيمانه فلا مكان للشيطان أمامه. نعم كلام صحيح. ما هي الأخطار التي تهدد الأسرة؟ أستاذ عائدة الإيمان القوي والالتزام بطاعة الله ورسوله تبعدنا عن وسوسة وكيد الشيطان إن شاء الله. لا شك المستشار بالرغم من أن الشيطان عدو مبين إلا أن كثير من الشيطان من الناس تتبع طرق الشيطان. صحيح صحيح. هلا تقول البعد عن الله إشغال النفس بالباطل عدم التقيد بالشرع و عدم التربية السليمة، عدم التفاهم بين أفراد الأسرة. نعم بارك الله فيكم، كل ما ذكرتموه صحيح، يعني هذه أخطار تهدد الأسرة، تفكك الأسرة، عدم التفاهم بين أفراد العائلة، كلام صحيح. وكذلك يعني البعد عن الله، إشغال النفس بالباطل، وكذلك عدم التقيد بالشرع، عدم التربية السليمة. لا شك أن كل هذه يعني لها أثر كبير جدا. أستاذ حياة تقول فذكر الله في كل وقت تغلب مثال بسم الله الرحمن الرحيم من دخول. نعم
الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج، كلام جيد. أمينة، ما شاء الله، الأخطار التي تهدد الأسرة: الانحلال الخلقي، الابتعاد عن دين الله، التأثر بالقيم الغربية، وأيضا سماح تقول البعد الاجتماعي، ثقافة الآخر، عاداتنا تختلف عن عاداتنا، الابتعاد عن الدين، التقنيات، ضعف الإيمان. ما شاء الله، عدم التفاهم. بارك الله فيكم، جميع ما ذكرتموه رائع جدا، رائع جدا. نعم، كل هذه يعني تسبب التهديد للأسرة، ولكن هذه أصلا تحدث في هذا الزمان أكثر بسبب هذه التقنيات. الآن الفجوة بين أفراد الأسرة كبيرة جدا، لأن أصبح كل إنسان مستقل بذاته، يعني كل إنسان يعيش لوحده، الأطفال كل واحد يعيش لوحده، الأب لوحده، الأم لوحدها مع هذه الأجهزة، فأصبح كل إنسان مغلق على نفسه. ومثل ما قالت الأستاذة هناء، الأجهزة الذكية قلت الوعي والإدراك، كلام صحيح، وأيضا قللت من التكاتف، الترابط، التعاون. يعني ضحايا هذه الأجهزة هي الأسرة، لا شك أن هذه الأجهزة وهذه البرامج لها دور كبير إيجابي جيد، ولها فضل كبير، ولا نملك إلا أن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني لا شك أن فيها فوائد كبيرة، ولكن في نفس الوقت لها مضار، فنحتاج أن نحسن استعمالها. من بين مضارها إنها تفقد الأسرة الجلسة العائلية حتى على وجبات الطعام. يعني كنا في أسرنا سابقا على وجبة الطعام نجلس مع بعضنا البعض، وأيضا على الشاي، على القهوة، نجلس كثيرا مع بعضنا ونستمع، نستمع من آبائنا وأمهاتنا قصص تربوية تغير سلوكنا. الذي يحصل الآن أنه أصبح هناك بعد، تباعد اجتماعي بين أفراد الأسرة، وهذا بسبب هذه التقنيات، وبسبب يعني حتى لو ما يشاهدون فيها شيء سيء، لو ما يشاهدون فيها سيء بس ينشغلون فيها فقط، هي خطر. فما بالك إذا كان هي تبرمجهم، ما بالك إذا كان كل التعليمات والتوجيهات معلومات تأتيهم منها، من رفقاء السوء، ولكل بضاعته، يعني كل واحد عنده بضاعته يروجها. أيضا أستاذة نور تقول مخاطر سوء الاختيار، سوء التوافق، الحالة العلمية، الحالة الاجتماعية، التعلق بالنت، دور المراهقة والطيش اللي عنده، عدم سماع الأهل بالارتباط، البطالة. ما شاء الله، ما شاء الله. حقيقة كل هذه الدور التي تكتبونها هي طبعا مسجلة، وستكون يعني في مقطع فيديو بما تكتبونه، يظهر كله موجود ويستفاد منها. ما شاء الله. طيب، نختم بهذا السؤال، نختم بهذا السؤال، وهو: متى تصلح الأسرة؟ خلونا يعني نتفاعل، خلونا نفرح شوية، خلونا نضحك. متى تصلح الأسرة؟ لأن اتفقنا أن الأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع، بل في بناء الأمة. الأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع، هي اللبنة في بناء الأمة. وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، صلحت الأسرة صلحت الأمة.
فمتى تصلح الأسرة؟ متى نستطيع أن نقول هذه الأسرة ليست نقول صالحة بل مصلحة، أسرة متميزة، أسرة معطاء؟ حياة تقول ولقد أصبح مستوى التعليم ضعيف لعدم حسن استعمال هذه الوسائل، تراجع وعزوف الطلاب عن قراءة الكتب، كلام جميل. رقية، البعد عن الدين الإسلامي والسنة النبوية، الطلاق، المشاكل الأسرية، إهمال أحد الطرفين لدورهما، الفقر، زواج الزوج لأكثر من واحدة، تقليد الغير، عدم التوافق دين وأخلاقيا. طيب لطيفة، نعم، وسائل التواصل لها دور كبير. طيب ما شاء الله تبارك الله، يعني عبارات جدا رائعة وتعليقات جميلة جدا ما شاء الله. الآن ما هو يعني الدور اللي ممكن تقوم بالأسرة، أو متى تصلح الأسرة؟ لأن صلاحها هو صلاح للأمة. أم ناصر تقول تصلح إذا صلح الدين فيها، وإذا تربى الوالدين على الاحترام والحب والأمان. وسناء، بصلاح الفرد تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وهكذا ترتقي الشعوب وتبنى الأوطان. كلام جميل. وأيضا تقول هلا، بالقرب من الله والاهتمام والاحترام. مستشار عبد الحميد يقول إذا وعي كل من الزوجين المخاطر المحدقة بالأسرة واتفقا بينهما، وكان بينهما شعرة معاوية، رائع جدا، تصلح الأسرة إذا كان الدين قوي جدا عند الأشخاص. تصلح الأسرة. أخت حياة وأشجان، حياة تقول تصلح الأسرة حينما تكون منشية بالإيمان القوية، يعني نشأت على الإيمان. كلام جميل. رقية تقول تصلح الأسرة بإصلاح الأبوين وقناعتهم بما لديهم والثبات على الدين. نبيها، للأم القسط الأكبر في ذلك، فإذا كانت الأم صالحة متعلمة ربت أبنائها على ذلك، على عدم الانبهار بالغرب. لطيفة، تصلح الأسرة عندما تكون مبنية على أسس سليمة. ما شاء الله. ناصرة تقول تصلح الأسرة بصلاح بناتها، وأن يزرعون أسمى القيم النبيلة في الأطفال بالمسؤولية والتواصل والحوار الجاد. ما شاء الله. وأماني، تصلح الأسرة عندما تصلح الأم. كلام جميل، بارك الله فيكم جميعا، ما شاء الله، كلمات تثلج الصدر. أيضا أنا أرى يعني كل ما ذكرتموه رائع جدا ولن أكرره، لكن أقول إنها تصلح الأسرة إذا أدرك الزوجان واستشعرا عدة نقاط. تصلح الأسرة إذا أدرك الزوجان واستشعرا عدة نقاط، منها دورة الأسرة وغايتها. ما هو دور الأسرة؟ ما هو دور الأسرة؟ دور الأسرة وغاية الأسرة. الله عز وجل يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هذا الإنسان هو خليفة في الأرض. ما هو دوره؟ عمارة الأرض وجعل أجيال بعد أجيال، صناعة أجيال،
وعمله صناعة الأجيال. فدور الأسرة وغايتها إذا عرفها الإنسان عرفتها الأسرة، وعرفت إن الله عز وجل جعل الإنسان خليفة في الأرض، استخلفه في الأرض لبنائها، لاستمرار النسل فيها، لعمارتها، هنا تصلح الأسرة. أيضا من صلاح الأسرة أن تعرف حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان. حكمة الله في خلق الإنسان، الله عز وجل خلق كل شيء، خلق الملائكة وخلق الجن وخلق البحار وخلق الكون، فلماذا خلق الإنسان؟ ما هي حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان؟ الله الذي يجيب، الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن خلق الإنسان لعبادته، فما هي هذه العبادة؟ ما هي هذه العبادة؟ حياة الإنسان كلها عبادة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها، كل حياة الإنسان عبادة لله رب العالمين. فالعبادة لا تقتصر على العلاقة بين العبد وربه، بين العبادات التي يؤديها الإنسان من صلاة وصيام وحج، لا، بل كل حياته عبادة، نومه عبادة، وقيامه عبادة، صلاته عبادة، ولعبه مع أطفاله عبادة، والكلمة الطيبة عبادة، وصومه عبادة، وأكله وشربه عبادة، فهو حياته عبادة، عمله، وظيفته، رزقه، حتى اللقمة يضعها في مرته عبادة، حسن تبع المرأة لزوجها عبادة، بر الأبناء بآبائهم، التكاتف، التعاون، العمل كفريق، كلها عبادة. فما خلق الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، معنى إن حياتهم كلها عبادة. فالعبد الموفق هو من يجعل حياته عبادة، يجعل العادات عبادة، يجعل عاداته عبادة، والغير موفق تتحول عبادته إلى عادات. أيضا من دور أو قدرة الأسرة على الصلاح أو صلاح الأسرة يكون بمعرفة دور الإنسان كخليفة في الأرض. ماذا يعني الإنسان خليفة في الأرض؟ يكون الإنسان خليفة في الأرض مع موارد الطبيعة واستثمارها واستغلالها لصالح الإنسان. يعني كيف يكون دور الإنسان فيما أنعم الله به عليه من موارد الطبيعة واستثمارها واستغلالها لصالح الإنسان؟ كيف يعمل فيها؟ هو مأجور على زراعته، هو مأجور على صناعته إذا أراد بهذا وجه الله. أيضا إذا أدرك الإنسان أنه استمرار الحياة لحكمة، استمرار الحياة لحكمة، والله عز وجل يريد أن تستمر هذه الحياة، فكل ما يساهم الإنسان في استمرار هذه الحياة بالصحة، بالوقاية من الأمراض، بالتعليم، بالتثقيف إلى آخره، هذه عبادة، وهذا دور الأسرة. فالإنسان عندما يستغل مكونات الطبيعة من جماد وحيوان ونبات ومعادن إلى آخره، حتى الرياح، حتى أشعة الشمس، عندما يستغل مكونات هذه الطبيعة ويستثمرها، فهنا استطاع أنه يقدم شيء لهذه الأمة. صلاح الأسرة عندما تستغل مثل هذه الأشياء.
وكذلك ما في الكون من نواميس سواء فيزيائية أو كيميائية أو جيولوجية. وأختم بهذه العبارة: متى تصلح الأسرة؟ تصلح الأسرة إذا عرفت الغاية الاستراتيجية من الأسرة. تصلح الأسرة إذا عرفت الغاية الاستراتيجية من الأسرة، وهي ليست الاستمتاع واللهو واللعب واستمتاع الزوجين ببعضهما، وإنما لبناء أجيال قادمة. يعني أساس بناء الأسرة وتكوين الأسرة ووجود آدم ووجود حواء هو من أجل الأجيال القادمة، من أجل البشرية، من أجل الإنسانية. ثم يرى الأب والأم، الزوج والزوجة، يرون أن عمر هؤلاء الأبناء والأحفاد هو عمر لهم، وأن عملهم في موازينهم، فهو لا يهتم في إنتاجه وعمله بقدر ما يهتم في الأجيال القادمة ماذا تصنع وكيف يكسب منها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها ابن صالح يدعو له، فما بالك إذا كان هذا الابن مثمر، وإذا كان هذا الابن له قيمة وله أثر. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم، وأنا يعني سعيد جدا للتفاعل، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.